بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فقالوا قلوبنا في فاعمل إننا عاملون. قل الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.
قال لي
الحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أقدامنا ليكونا من الأسفلين من غفور رحيم.
ومن أحسن قولا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما إن الذين يلحدون
وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي حتى يتبين لهم
شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء